ما حضرتك بالظبط. عايش في وجدان الناس الحمد والناس لله لحد دلوقتي الحمد لله بتسأل الحمد حتى لله. على التعليق على مباراة الدوري العمل، يمكن بقابل يعني عدد كبير من جيلنا بقى النجوم الكبار في كرة القدم يقولوا يا سلام الأستاذ فهمي عمر، ده احنا مرة كنا بنبقى راجعين من الإسماعيلية نوقف الأتوبيس عشان نسمع التعليق على مباريات الدوري العام. ايه اللي خلى حضرتك طبعا بعد ما حضرتك يعني اطليت بينا على القواعد والقيم اللي يجب ان تتبع واللي بنتمنى ان كل الاجيال الموجوده في مجال العمل الاعلامي تتمسك بيها ان شاء الله باذن الله تعالى، ايه اللي خلى حضرتك توقف برنامج التعليق على مباريات الدوري العام في عام 82 تقريبا؟ هو يعني هو بدا التعليق سنه 54 واستمر حتى سنه 82. انا وجدت انه كان زمان زي ما اقول لك الناس كانت وسائل الاتصال كانت يعني ضئيله جدا، يعني عشان تكلم اي بلد لازم تضرب 10 ترد عليه تقول لك ترانك، تقول له والله يديني فلان 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 حاضر بعد لا موبايلات ولا واتساب ولا الحاجات اللي جاء التلفزيون واصبحت الاتصالات التليفونيه سهله جدا من طريق الاتصال المباشر، تضرب 0-3 تجيلك اسكندريه 0 مش عارف ايه تجيلك، كانت الناس تستطيع انها تتعرف على الاخبار، والاتصال الجماهيري بقى سهل لم يكن صعبا. وبعدين جاء التلفزيون ايضا وشارك الاذاعه في نشر كره القدم وفي اذاعه المباريات. مع انتشار هذه الوسائل اصبح الناس يتعرفون على النتائج وعلى المباريات وعلى يعني سير المباريات من خلال التلفزيون، من خلال الاتصال المباشر، من خلال كل حاجة. فأنا وجدت أنه يعني زي ما تقول إيه التعليق على مباريات الدوري العام أصبح يعني جزوته لم تعد مشتعلة كما كان في سابق الأيام. فأنا قلت يتوقف البرنامج وهو في زهوته حتى لا تقول أنت والآخرون هو البرنامج ده لسه بيتذاع، لا خليك تتساءل انا هو بطل ليه التعليق. دي كانت الفكره. لازلنا نتساءل يعني هو ليه حضرتك وقفت هذا البرنامج؟ وللاسف الشديد يعني انا وزملائي في الاعداد حاولنا ان احنا نجيب حلقات مسجله للتعليق على مباريات الدوري العام والحقيقه ما لقيناش، يعني يمكن لقينا مجله الهواء، لقينا بعض التسجيلات لحضرتك الحقيقه الممتعه اللي اسمح لنا ان احنا نسمع جزء منها دلوقتي علشان نذكر الناس بصوت الخال فهمي عمر.